بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم مرة تانية. ان شاء الله في الفيديو ده هنبدأ نتعرف اكتر على الكلاس اللي اسمه جي فريم، ونشوف ايه هي الاتريبيوتس اللي موجودة فيه. الاتريبيوتس بتاعته كلها برايفت، لكن انا لو عايز اعرفها بروح اشوف فين الجيت والست ميثودز اللي موجودين، واشوف ايه هي عشان اعرف الاتريبيوتس المناظرة ليها بس كده. فالنهاردة انا عايز اتعلم مجموعة من الست ميثودز اللي بتمكنني ان انا اغير في مجموعة من الاتريبيوتس اللي بتمكنني ان اغير في البيهيفير بتاع الجي فريم، فده اللي انا عايز اعرفه دلوقتي. في طبعا مجموعة تانية من الميثودز في الجي فريم، شكل الاد مثلا، بضيف كومبوننت، بضيف حاجة تانية، شكل المانجر مثلا، وهكذا. كل ده هنبص عليه قدام شوية، لكن خليني مركز شوية في المجموعة الصغيرة اللي انا اخترتها دي من الست ميثودز اللي تهمني قوي في الجي فريم. اول مجموعة عندي، خلينا نركز مع المجموعة اللي تحت دي الأول. المجموعة دي اللي هي الست فيزيبل الأول، الفيزيبيليتي بتاعت الجي فريم لما تعمل منه أوبجكت بتبقى فولس. يعني إيه؟ يعني مش هتظهر على الشاشة. لو أنت عايزها تظهر على الشاشة أو تترسم على الشاشة بتخليها بترو، فهو يقوم راسم لك الجي فريم على الشاشة. في الست سايز بيعمل الويتس والهايت بتاع الجي فريم الانيشيال، لكن انت بعد ممكن ما يتفتح تعمل له ريسايزنج زي ما انت عايز. في الست تايتل، ودي كنا بنعمل التايتل من خلال الكونستراكتور، لكن لو انت حابب تغيره برمجيا بتغيره بالميثود اللي اسمها الست تايتل. زي النيت بينز دلوقتي، شوفوا التايتل بتاعه جي يو اي اكزامبل 1 مثلا، اباتشي نيت بينز مش عارف ايه. شوف لو انا وقفت على بروجكت تاني هتلاقي التايتل اتغير اوتوماتيك. غيره ازاي؟ بينادي على الميثود اللي اسمها سيت تايتل ويديله التايتل الجديد اللي هو اسم البروجكت كونكاتينيشن مع بقيه اسم البرنامج بتاعك يعني. فده كده بالنسبه لي الست تايتل، فبقدر استخدمها في البروجرامينج علشان اغير التايتل. دول كده خلينا نعملهم كومنتس عشان ادرس دول الاول، وبعد كده ابص على التانيين واحده واحده. تعالوا نعمل ران. ده الفريم بتاعي، التايتل بتاعه اتغير لكلمه هاي، الويتس بتاعه 600، الهايت بتاعه 400، والفيزيبيليتي بتاعته ترو لان هو ظاهر قدامكم زي ما انتم شايفين. تعالوا نقفل ده ونشوف بقى المجموعه الثانيه من الميثودز دي. المجموعه الثانيه من الميثودز دي هي الست always on top، الديفولت بتاعها false لكن ممكن تخليه true. هو ايه بقى الاول؟ تعالوا نشوف الاول البيهيفير عامل ازاي قبل ما اعمل لها activation، وبعد كده اشيل الكومنت واشوفها بتحصل ايه. ده الفريم بتاعك، لو انا رحت ضغطت على النيت بينز، الفريم اللي بيحصل النيت بينز بيطلع قدام والفريم بتاعك بيرجع ورا، بياخد دوره ان هو بيبقى ورا البرنامج اللي اكتف دلوقتي. لكن الحقيقه انت ممكن تغير البيهيفير ده عن طريق ان انت تعمل السيت اولويز اون توب. لو انت عملت الميثود دي ناديت عليها واديتها ترو، ايه اللي هيحصل؟ ادى الفريم بتاعك اقف على النت بينز هتلاقي الفريم بتاعك لسه فوق، افتح البراوزر بتاعك هتلاقي الفريم بتاعك لسه فوق. فانت كده مخلي الفريم بتاعك دايما فوق اي ابلكيشن هيفتح. فدي كده بتعملها لو انت عايز تدي لليوزر ايحاء باهميه الويندو اللي مفتوحه دي، وما ينفعش تسيبها الا اذا هتقفلها او تخلص الشغل اللي قدامك ده. فكده دي اول حاجه السيت اولويز اون توب. في كمان السيت ديفولت كلوز اوبريشن. السيت ديفولت كلوز اوبريشن هي ايه؟ هي لو انا مثلا، تعالوا بس اقفل دول وبعد كده نشوف يعني ايه اللي انا عايز اقوله لكم. انا دلوقتي هرن الابليكيشن ده، تمام كده؟ ادى الابليكيشن بيرن، بيقول له في النت بينزل ان البرنامج شغال، وبيقول لي بيرن. اقفل بقى الفريم بتاعك كده، ادى الفريم اهو، اقفله كده، البرنامج لسه شغال. يعني ايه؟ يعني انت اخفيت الفريم لكن البرنامج لسه موجود في الرام، ما اتقفلش. الله، طب انا عايز اقفله. هنا بقى لازم تنادي على الميثود دي، set default close operation. يعني انت عايز تعمل ايه لما تقفل الفريم بتاعك؟ عندك مجموعه من القيم ممكن تبعتها. طب انا هحفظ القيم دي؟ قالك لا، في مجموعه مناظره من الكونستنت فاريبلز موجوده في الكلاس اللي اسمه جي فريم، هتدي له القيمه اللي موجوده في المتغير وهو هيعمل العمليه المناظره ليه. طب هم دول هم ايه؟ في منهم الاكزيت اون كلوز. اكزيت اون كلوز لو قفلت الفريم الابليكيشن هيتقفل. تعالوا نعمل ران. ده كده الفريم بتاعك. بص المره دي مقفل، قال لك ايه؟ قال لك بيلد سكسسفل توتال مش عارف ايه، والبرنامج خلص. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي لما قفلت الفريم البرنامج اتقفل واتشال من الرام. يعني نادى ايه اللي حصل؟ يعني كبروجرامنج نادى على الميثود اللي اسمها سيستم دوت اكزيت، وبيقفل البرنامج على طول. طب ايه هي الاوبشنز المناظره لو انت عملت كده ووقفت؟ هيجيب لك الدوكيومنتيشن بتاعه الميثودز. اقرا بقى الميثود وشوف ايه المتاح ليك. في مثلا دو ناثينج اون كلوز، في هايد اون كلوز، ودي الديفولت بتاعها.
ان هو بيخفي الفريم، في ديسبوز ان كلوز، في اكزيت ان كلوز. انا يهمني الاكزيت ان كلوز دلوقتي، لكن انت ممكن تبص على الباقي لو انت حابب وتشوف تاثيرهم عامل ازاي. ده كده بالنسبه لدي، ودي بتبقى يعني، طب يعني واحد ممكن يسال طب وانا ليه ما خلاش الديفولت ان هو يقفل البرنامج؟ ما طبيعي انا قفلت الفريم خلاص مش عايز البرنامج. لا، ما هو البرنامج بتاعك ممكن يبقى اكتر من فريم، وبتظهر فريم وبتخفي فريم وهكذا، فمش كل فريم هفتحه واقفله يبقى البرنامج يقفل. لا، في فريمز هي المين فريم بتاعتي دي، اللي عايزها لما تقفل البرنامج يقفل، لكن في فريمز تانية موجودة بتساعدني في شغلي، لما تقفل لا دي ما تقفلش البرنامج، دي بس هي اللي تختفي وخلاص. تمام كده؟ ده بالنسبة للديفولت كلوز اوبريشن. في ايه كمان؟ في السيت لوكيشن بتاع الفريم بتاعك. اول ما تفتح البرنامج او ترن البرنامج عايز الفريم يظهر فين؟ الفريم باي ديفولت بيظهر فوق على الشمال خالص. لو انت عايز تغير ده بتنادي على السيت لوكيشن. لو انا قلت له مثلا 200 و200، تعالوا نعمل رن المرة دي، هتلاقيه ظهر عند النقطة، يعني النقطة ده الليفت توب كورنر بتاع الفريم، هتلاقيه ظهر عند 200 و200. طب يعني ايه 200 و200؟ بص بقى في الجي يو اي الاحداثيات بتاعتك، المحور الافقي ده هو محور اكس، المحور الافقي ده هو محور اكس، والمحور الرأسي هو واي بس مقلوب، يعني دي الصفر واي، 1 2 3 4، يعني الواي ماشي كده لتحت. ف200 و200 يعني امشي 200 افقي وامشي 200 رأسي بس لتحت كده، فدي النقطة 200 و200 خلاص. فكده معناه يظهر عند النقطة 202، وهكذا بقى تقدر تغير ده زي ما انت عايز. جميل جدا. في ايه كمان؟ في اللي هو الست مينيمم سايز، ودي بتاخد دايمنشن اوبجكت من كلاس اللي اسمه دايمنشن. فانا ممكن اعمل اوبجكت جديد من كلاس اللي اسمه دايمنشن وبتاخد الويدث والهايت. انت عايز اصغر سايز للويندو ايه، او الفريم بتاعك ايه؟ يعني انت عامل الديفولت بتاعك كام؟ 600 و400، بس انا قلت له كده ما يقلش عن 300 و600. تعالى نعمل ران. بص انت مسموح لك تعمل ريسايز اهو، كبر وصغر، بس لما تيجي تصغر مش هيقل عن 300، وما تيجي تصغر الارتفاع مش هيقل عن 400. فانت كده يعني اجبرته انه ما يقلش عن السايز ده، فانت بتحط اصغر سايز انت عايزه وتعمله في الموضوع ده. في المناظر ليها سيت ماكسيمم سايز، بس دي باج في الجافا مش شغاله، لكن ممكن نتغلب عليها بحاجات تانية. خلاص. في ايه تاني؟ في الريسايزبل. الريسايزبل الديفولت بتاعه ترو، ان انت زي ما انت شايف الفريم بنعمل له ريسايز عادي وما بيقولش لا، لكن لو خليتها فولس مش هتعرف تعمل له ريسايز. يعني شوف كده العلامه دي بقت ان اكتف كده، مش قادر اتك عليها وما بقاش اعرف اشده ولا اكبره ولا اصغره ولا اي حاجه. الفريم بتاعك السايز بتاعه بقى ثابت مش قادر اغير فيه. بس كده يبقى دي مجموعه من الميثودز الصغيرين كده اتعرفنا عليهم بيغيروا في البيهيفير بتاع الجي فريم على حسب احتياجات الابليكيشن بتاعي. اتمنى الفيديو يكون بسيط، وشكرا ليكم. السلام عليكم ورحمه الله.